والله طيب بإذن الله. عندنا طبعا بعد مباراة يوم الجمعة غزل المحلة، عندنا طبعا انه اللعيبة مسافرة علشان مباراة سوني داب في النيجر في بطولة افريقيا، شايف المباراة دي ازاي؟ ودايما بقول انه خلاص بقى ده مشوار موسيماني من اوله بقى مع الفريق في افريقيا. ما هو ده المشوار اللي هيبدأ نحكم على موسيماني فيه يعني ده نتمنى البداية تبقى كويسة عشان الثقة في الأول، ما يبقاش في تعثر في الأول، لخبط الأوراق من بداية الموسم كده. لازم نبدأ بكل قوة، تعرف إن الفرق كلها بتبص لنتائج الفرق الكبيرة يعني بتشوف لا بادية من الأول مركزة. ويعني شفنا مثلا المقاولين من أسبوع كده كان بيلعب العودة بتاع الكونفدرالية كسب 9-1، هيلعب نجم الساحلي. النجم الساحلي لما يعرف المقاولين مثلا كسب 9-1 هيعمل طبعا حساب كبير قوي للمقاولين يعني. فلازم تبدا بقوه يعني، اهم حاجه البدايه في البطولات الكبيره بالذات بتسمع يعني في لغه الكوره، بتسمع كل الفرق يعني الفرق دي مركزه وبدأ قويه ونتمنى يعني ان شاء الله باذن النادي الاهلي يعني ياخدها واحده واحده كده عشان باذن الله يبقى العشره ان شاء الله باذن الله يعني. حاسس انه موسيماني لسه بدري على الحكم عليه؟ انا حاسه ده من كلامك يعني، دي وجهه نظرك، ولا انه بالعكس الاختبارات اللي دخلها وبالرغم من الوقت كان ضيق جدا الا انه قدر يحقق حاجات مع النادي الاهلي وانجازات والقاب؟ انا قلت لحضرتك الحاله الوحيده يعني حته بطوله افريقيا ان هي غايبه عن الاهلي بقى لها 7 سنين طبعًا. ان هو يجيبها دي حاجه ايجابيه ليه طبعا، انما الكوره بتاعته الواحد كان بيشوفها مع سان داونز لسه ما شفتهاش. طبعا يعني في 40 او 50% منها، انما حته ان هو يعني احس النادي الاهلي كوره سلسه مرنه استحواذ ايجابيه على الجون لسه شويه، ودي برده ليه كل العذر ان هو جاي هو اللي هيكون الفريق. فانا يعني مش حاسس بفرق قوي من فتره فايلر، من اواخر فتره فايلر لبدايه فتره موسيماني، مش حاسس انها النادي الاهلي دلوقتي في استحواذ اكتر، بيطلع على الجون اكتر، الكور الثابته بيحصل منها اهداف اكتر. نتكلم بصراحه الوقت بتاع فايلر قبل الكورونا كان هو اعلى وقت الاهلي لحد دلوقتي. تمام. بعد الكورونا لا، كان مستوى قل، في تدوير غريب في اللعيبه بعد الكورونا، بيجيب لعيبه من اماكن، لعيبه في اماكن ثانيه مع فايلر، ما اعرفش ده كان سبب ان هو مش عارف كان بيعمل كده ليه. حته موسيماني اول ما جه هو احسن من الفتره الثانيه بتاع فايلر، الفتره اللي هي بعد الكورونا، انما قبل الكورونا كان اعلى مستوى شفته للاهلي اول ما فايلر جه مسك الاهلي. كان اعلى مستوى، في سرعه في الاداء، في مرونه في من الخط ده للخط ده، تلاقي لعيب بيلعب باك يمين بيخش يلعب في نص الملعب واللي في نص الملعب بيطلع. لا كان في ترحيل غريب في الملعب وايجابيه على الجون، ضغط الاهلي بيفطر الكره بسرعه، بيحاول في اقل وقت ان هو يستعيد الكره بسرعه يعني. فدي حاجه شايفها اول مره اشوف الاهلي كده يعني. فاتمنى ان شاء الله باذن الله، انا واثق جدا في موسيماني ان هو من متابعتي ليه قبل ما يجي الاهلي، لا كان مخلي الفرقه بتاع سان داونز يعني فرقه افريقيه بتلعب لعب اوروبي. فتخيل بقى لما يجي فرقه زي بامكانيات النادي الاهلي باسم النادي الاهلي هيعمل ايه. فانا مستني ان شاء الله باذن الله متوفر أشوف له كل مقومات النجاح طبعا في كل مقومات النجاح، مع احترامي لاي مدير فني هيجي نادي الاهلي وبرده نادي الزمالك، مفروض ان هو يعني كل حاجه، انت لو يعني مدرب كويس هتبقى جامد جدا في الاهلي او الزمالك، وبالذات بقى الاهلي كمان يعني استقرار اداري واستقرار فني وتدعيم من كل الاعلام وجماهير. فباذن الله ان شاء الله باذن الله انا متفائل خير يعني، ان موسيماني عنده فكر كروي كويس جدا مع فريق بحجم النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله يقدم مستوى باذن الله كويس جدا يعني ان شاء الله. طيب.